طبعا انا مش عايز افكرك ان اول مسرحية في حياتك عملتها عملت لك الموسيقى التصويرية بتاعتها، وسهرنا ليلتين ثلاثة للصبح، وكانت في منتهى الجمال. دماغك كويسة قوي في الميوزك. انت ما بتغنيش ليه على فكرة؟ المفروض انك تغني. Love you. ممدوح مختار جوز اخت جوز اخت اللي في امريكا، اللي في امريكا. ده مش هقول تحفه طبعا، ده صديق عمر. وبيتكلم على مسرحيه المزاد سنه 89، التحضير بتاعها كان 88. وكان وقتها سنه مهمه قوي في حياتي، دي سنه اللي انا رحت شويه امريكا وكنت خاطب وبتاع، وبعدين فكيت الخطوبه ورجعت. قررت اعيش في مصر، وقررت يعني رسمت حياتي فجأة في ثواني، يعني في ثواني واقف كده على بحيرة في ميتشيغان، بصيت كده لقيت ان انا، لا انا مش هنا، انا هناك. مش لاقي نفسي بعدين قدمت في اوديشن هناك وبتاع، بس كنت ماشي في سكة المحاماة، قطعت علاقتي بالمحاماة وقتها، انتقلت على الأصح لجدول غير المستغلين. ودخلت على الفن وانا ما عنديش اي حاجة فيه، فدخلت على فكرة تكوين فرقة من الهواة، بعد كده تبقى فرقة محترفة اللي هي فرقة الحركة. وبدأت بعرض المزاد، عرض عمل لي نجاح كبير في الوسط بتاعنا يعني ده. وكان ممدوح بيساعدني في ما شاء الله، في يعني نعمل الموسيقى موسيقى التصويرية، تصويرية لي. وهو اللي عمل لي فعلا التسجيل بتاعها، وهو اللي وأضاف إليها جامد جدا. هي.